بلي وكان حتى قانون لا لا من عطاك المادة. شوف انا ندير لك انا ندير لك ندير امبتيت ربك. شوف الناس المتحضرين كيتكلموا على قانون يمدوا المادة البند وكلش. انا اللي لاحظته في المسؤولين هادو عمرهم ما تكلموا حاجة ومدوا البند والمادة تاعها. انا مطالع على قانون العقوبات هذا تاع الفيدرال الجزائرية اسمه البايمنت ما في حتى مادة اللي تتكلم على اللافتة ما كانش وما تكزيستيش. هذه الاولى. ثانية نعت لك باللي نعت لك احتراماتنا للهيئة لانه مهما تكون هيئة جزائرية وحنا جزائريين وما نحبوش نقيسوا الهيئة تاعنا لانه السمعة كي تقول تقزقز جزائري تقزقز بكل مي مع كل احتراماتي حتى اللي سكونيرهم بما فيهم تاعي انا افي غير شرعيه وغير قانونيه. وانا نشوف كي نتكلم وشوف شباب قسنطينه كي يتكلم ما يتكلمش سوق العقيبه ولا سوق تاع جوزيه ولا جوزيه ما يتكلمش بالكلام هذا تاع سينما السفير ولا سوق العقيبه. شباب قسنطينه يتكلم بالقوانين. القانون 04/10 المؤرخ في 14/2004 اللي خاص بالإدوكاسيون فيزيك دي سبورتس هذه التربيه البدنيه والرياضه ما كان حتى واحد عنده حق باه يقصي واحد من الحركه الرياضيه نهائيا الا وزير الشبيبه والرياضه وذلك ومش الشبيبه والرياضه لازم يسمى يستشير الهيئه الاولمبيه والوبسرفاتوار دي سبورتس المرصد المرصد الوطني. هذا الوزير لازم يستشير الاثنين هذو وياخذ قرار بالاقصاء. الفدراليه عندهم حق يبروبوزي ويديروا طالب هذا كلاوتيك السون تاع هنا. واش ولا كاين تطاول حتى على الهيئه التسميه اللي هي وزاره الشباب والرياضه اللي نحترموها كثير. علاش؟ الوزاره هذه تمثل الدوله الجزائريه ومعين من عند رئيس اللي نحبوه بزاف واللي فوطينا عليه استدير عندنا ثقه فيه وهي اللي موفرتنا المعارف باش نديروا الرياضه هذه وباه نجيبوا الشعب يتفرج. وهي اللي تقول الميزانيه هي الدوله اللي متحملتها تقريبا 80% ومنه نفرولوا عليها ونولي نهزوا قرارات اللي في بلاصه حتى وزير الشباب والرياضه. شوف الحضاره تاع القوانين الجزائريه حتى وزير الشباب والرياضه ما يقدرش يهز القرار الاقصاء هذا قال لك الا بالمشاوره تاع ميتي ناسيونال اولمبيك والوبسرفاتور. هنا نفتحوا قوسين نحن في دوله قانون احنا في دوله قانون من المفروض الهيئات هادو يتبعوا الدول ما يمشيوش بارتجاليه. راني نقول لك هذه شوف انا ننصحوا احنا هنا ناجينا قال لك ما تحدثوا الان على فتح مجال الطعن لسيد محمد بن حبيب. لا احنا من الخميس نطلبوا لا واش نقول لك انا مع كل احتراماتي للهيئات والاشخاص الا حبينا نحضر نعاود ونزيد نعاود. الانسان اللي غلط لازم نروح يصح الخطا تاعو الاولى. ونقول لك انا علاه ما نديرش الشكور. انا قررت حتى الركور والطعن ما نديروش. علاه؟ لانه باش نزيد نعطي الدرس والله ليغ ناسيونال. انا من المفروض ندي في لجنه طاعه طاعه هذه يوم 18/9/2012 ها ولا اللي بعثوا لي الكونفوكاسيون تاعي. انا يوم 9/9/2012 نروح لا كوميسيون هذه هاي قدام كل الوثيقة تسمى انا نهضر بالوثائق ما نهضرش كيما هما بالهضره. امن بعد سنه اخويا الله انا بقول لهم الشيء اللي داوه بكل راهم غالطين في كلش. انا بعثوا لي كونفوكاسيون يوم 12/9/2012 هاي التاريخ هاي بعام العام الجاي ان شاء الله نردو في ربط لا قعد هذه العام الجاي احياء ان شاء الله نروح. وانا بعثت سانكسيون يقول لكم السي معين يقول حبيب علاه انا بعثت لي لا كونفوكاسيون بور لو لاندي 14/9/2011 لو لاندي سو ني با ان 14 لو 14 ني با ان لاندي بعثت انا لو شارجي دو سكريتار دو لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل. نزيد نعطيكم الاداريه الدوليه لكره القدم عليه كاليفات لي جوار في السياسي لاننا قدمنا وثيقتين مهمتين. الثقتين هادو خارجين من عند الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم مع الأسف يعني شيء يندى له الجبين. وش راح نقول لك؟ الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم حدت آخر أجل يوم 25 أي نعم والتيامات تاعها حدت يوم 24. دونك أي لاعب هو قبيل سي خرباجة وتكلم عليها مطلين أي لاعب يوم 25 يتكاليف يتأهل بقوة القانون لأنه
عندك حق باه تسنيلو وكيصروح للتيامات مقفول. دونك شكون اللي غلط؟ غلط اللي قفل التيامات وخلى لي سيناتير. دونك اي لاعب والفيدراليه الدوليه وخاصه سويسرا معروف لهم عالمين باللي دوله قانون، دوله قانون كيما الدوله تاعنا. حنا مع الاسف الدولة تاعنا ولات دولة قانون، والهيئات هادو اللي على الدروات هما اللي راحين يوليو لنا الا يمكن يعني الوصف بإيجاز محمد انه ربما الى التجربة الاحترافية، ولكن في الممارسة الاحترافية ما زلنا بحاجة الى تعلم بعض الخطوات الإدارية. انا نطرح هذا، او هل نحن جاهزون احنا عكس للاحتراف؟ شوف شباب قسنطينة فريق متحضر ومدينة متحضرة ومن ومرت على حضارات ما مش حضارة ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، والشواهد التاريخية والمعالم تشهد على درخ معروف. احنا قدمنا اقتراحات يوم 4 رئيس النادي الرياضي القسنطيني قدم اقتراحات مكتوبة للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، اللي قال لهم فيها هاه من النقاط اللي ما لازمش يكونوا في القوانين العامة تاعنا لأننا هنا المحترفين، منها الويكلو، من بينها اللاعبين الاجانب، من بينها من بينها مده العقد، من بينها يعني تقريبا في قضيه كيفاه لا فورماسيون لي جون يعودوا كوفر تنفع تفورمي ان جون ومن بعد يجي واحد يديه لك بلا هادو اقتراحات اقترحت الاداره نورمالمون فيدراليه تاعنا كي تهز غير الاقتراحات تاع شباب قسنطينه كتابيه تفهم باللي مستوى راهو فوق العالي، استادير موش عالي مستوى فوق عالي. شباب قسنطينه لي فريق ما عندو ني بوست ني باريناج كاين نجم صرح بالنور. معليش هذيك مازال رغم هذا شباب قسنطينه قدر يسلم الفريق هذا بالشيء الموجود و درجه ثانيه احترافيه باحترافيه رغم الهزات الو هنايا رايحين نوليو قسنطينه تاع وشيه. شوف انا رحت لموسكو، شوف كيف غدا في مطار موسكو تلقى كتابه شهيره جميع اللي راح موسكو لا كاتبينها باللغات بكل، واش يقولوا لك؟ كتابه بالترجمه تاعها بالعربيه واش يقول لك؟ يقول لك اوبلي بيتر باردوني جامي، تسمى ممكن ننساو سماح ما نسمحوش، خطراش حنا الناس هادو كون ما جناش على رواحنا وبطاقه تسمى باه نقول لك تجندنا حتى سي شوف يعني كي كنتو تشوفوا غير باغ اكزومبل اللي في الواجهه سي فرصادو سي بوخزر الممثلين الاخرين عندهم مشاكل ما عندهم امور خلاف يشوفوا معنا من بعيد نسحقهم وسيش ايه الثلاثي فرصه مي دركا اليوم باه نقول لك في الكاليفيكاسيون هذه راهو سي الياس صويلح من 8 تاع الصباح هو السياج سني الحق علينا قبيل يجري وتنفتش سي اخرى هذا ما نهضروا استاذ نعك القوه تاع سي حداد الناس اللي كانت تسمى يجيك كيتحقوا يجيك يجيك انا نتجندنا بكل علاه؟ باسكو اليوم كان يوم حاسم، يوم حاسم سا باس وساكاس يعني كون نقول لك كون نشوف يعني نحكي واش صرا تسمى العمليه اللي درناها به كاليفينا عمليه تقنيه من درجه عاليه يعني كم لازم نكونوا ريلي اكات ميكرو في ربع مناطق في باب شوف ميكرو حنا علاش شكرنا مكونه من الاميين حنا علاش شكرنا سي عبد الناصر مكونه من الاميين ماشي من حنا علاش شكرنا سي عبد الناصر حمد هذا تعليبيا لانه ما قام والو قام بالوجع لانه قدم لنا خدمه قعد مع الميكرو تاع 4 ساعات من المفروض انه كيجي ميساج من بعد يفيريفي عاود يرجع لنا حنا طلبنا منه باه يقعد معنا 4 ساعات بعد 4 ساعات ظروف البلد الشقيق حنا علاه ظروف تاع ليبيا هذه يانيك اوليفي هذه ما ضرش مراه المراه هذه ثاني كيف قعدت مع الميكرو تاعها 4 ساعات علاه سوليسيتينا بالاضافه الى التقني اللي قلنا لك عليه بالاضافه على سي شادي نسجلوا مليح راهو شادي عنده 48 ساعه هو في الجزائر كرة القدم وفي الميكرو تاعهم وبالكوت تاعهم الى مسؤوليه الذي حمل هذا دونك حنا بالتسميه تاع فرصادو هنا يعني اربع حواسيب ولافوكال اللي ديبلاسا بالحاسب تسمى 5 حواسيب مروليه مع بعضها فهمت رزو ايوه رزو واختزلنا العمليات ايوا درنا سيستم كونفرنس اختزلنا هي العمليه دي نورمالمون تسمى 10 ايام حنا اختزلناها في يوم علاه لانه لي زيتاب تروز ايتاب دير فيهم تسمى حنا نبعثوا نكونفيرميو من الفيدراليه يكونفيرمي الكلوب تاع اهلي بنغازي هذاك ويكونفيرمي الكلوب كيخلصوا من هذو نوليو الفيدرال شوف الناس هذه بكل جندت اليوم 4 ساعات باه حصلنا على السيرتيفيكا على الساعه الثانيه ونصيدي ظرف قياسي عمره ما صرا في العالم هنا بصح درك باه نوليو الموضوع هنا باه الناس ركدوا وفاقوا
ولا درك يعرفوا يديروا طالب ديروغاسيون لا فيفا. لا جماعه كاينه حدود والناس بكري واش قال لك ان لمس ان لم تسال بالماشي رانا نجبدوا لا بلاس لي كومينيكاسيون تاعنا اللي مع فيفا ولي كوريسبوندونس ونوليو نقولوا لهم هما جبدوا تاعكم درتوهم صح ويحصلوا ما لنا ننصحهم نصح هذه لله نصيحه يتقدموا باعتذار على الشعب الجزائري لانه شباب قسنطينه احنا من بعد كنت تطلع في الفيسبوك راهم الناس من تيارات من منيعه من حتى مولوديه الجزائر كل تعاطفوا معنا دونك يطلبوا العذر من الشعب الجزائري اللي غلطوه وقالوا له رجوا ما يتكلفوش وما يتكلفوش لانه المشكله داخل من شباب قسنطينه احنا اللي فينا الجنر تاعنا الحمد لله مازالت العلم ما في مشكل العلم ما حبوش يقولوا عندنا مشكل كباطنا عنده من بروبليم لمسي وعنده من بروبليم هما علاه اتاكونا احنا لان احنا عندنا الجرعه والشجاعه ان خرجنا القضيه هذه للراي العام حبيناش ندرقوها الناس اللي نقول لك قدام فريق عنده المشكله هذا في الجزائر تقريبا 6 فريق نعطيك حتى الاسامي تاع اللاعبين ما عندي الا هنا ها ونعطيك بروفيس العلم عندهم اللاعب دياره اللاعب بوزيد واللاعب بولبابا هذو الثلاثه عندهم مشكل تاع تيامازم نعدي لك الكاب عندهم كوفا نعم لمسي وعندهم واحد خلاف ممكن نجيب لك الاسامي قلت لك ولا عندهم المشاكل لي بصح شباب قسنطينه عنده الشجاعه والجرأه يعرف القوانين متمكن وكيما قلت لهم البارح الثقافه والله الواحد النيفو باهي يبان يبان بالرجل كي تجي تخمك ما تثقف بالخاتم دونك حنايا حنا نطلبوا الناس هادو يحشموا على روحهم سي مرحبا خذ وقتك لانه مازلت نقولوا 45 دقيقه معليش يعني حتى نورمالمون يديروا بطريقه حاضريه كيما يديروا اليابانيين كيما يديروا الامريكيين كيما يديروا الانجليز كيما خويا يطلبوا اعتذار من الشعب السعب من بعد يطلبوا اعتذار خاص من شباب قسنطينه يرفعوا قاش عندي الكروكور تعاود تدرس لي باسكو هذه اللجنه هذه اثبتت جهلها بالقوانين واثبتت التسرع في اتخاذ القرارات كما قرا لي عملوا ولت 24 ساعه شي سبوندان تيرا دونك هنا وصل الوقت نحاسبوهم على كلش ما كان حتى دوله في العالم تعاقب فريق 24 ساعه قريب لما دير اونكيت ما كانش ما تكزيستيش دونك من هذه نوليو من الماتش الواحد نوليو لهم عليه طلعت الشباب كانوا يقولون مدوا 3 ملاير وبيس ومن بعد كي طلعت الشباب قسنطينه هي في الدرجه الاولى نحاول مليار 3 ملاير وبيس درك حنا كي احنا هنا نطرحوا تساؤلات نطلبوا احنا من وسائل الاعلام هذه تكون تبين الراس الراي العام اللي بافير هذه درك حنا وانايا ما نكذبش عليك انا ما نعيش لا شوف انايا شوف كي نجامل واحد او يستاهل كوني عمركم سمعتوني في العوام اللي عدوا نشكر السلطات في اساس النهار سمعتوني نشكر السلطات انا وليت نشكر السلطات العام هذا والاول قاموا بالواجب تاعهم وزياده يستاهلوا تشكروا انا نقول لك الفيدراليه هذه من 89 ل 2011 خويا انا مواطن جزائري من حقي ومن حقي نطلب ونتساءل علاه ما كان حتى جو جزائري لعب يعني لو كان منا لعب في ليكيب ناسيونال علاه ما كان حتى في الفرق تاعنا بكون راحت فيها الكارثه هذه ومنا والمشكل هذو لعبوكم زعما فريق في 20 جوار خويا دركا نطلبوا من الناس هذو غلطوا حتى من الرئيس تطلب السلطات لا لا وحنا دوك الشعب شوف نوروا لا شوف اسي شوف حنا عم بالنا وين تدرك الناس الوزير من الناس هذه الدوله تجي تقول لهم كاش حاجه يولي يتدرقوا وراء التدخل في فصلية تاع هيئه رياضيه تابعه الواعد وفيفا ما فيفا حنا الشعب هذيك الدوله بصح حنا الشعب من حقنا باه نطلبوا محاسبه الفيدراليه هذه ولا ليغ ناسيونال يلا نقول لك ونعاود لك راهي كوري احنا اذا باختصار القضيه هذه نتاع وزيد نعطيك عقلك بمدى الحياه لا لا انا انا شوف انا نرى معك من الاخر سي ابو الحاج هذو التفاهات والموت هذا انا يعني نعطيهم حاجه واحده برك وين هو المنصب تاعي اللي عاقبوني منه المنصب في شباب قسنطينه مدير رياضي ما عنديش مدير رياضي امريكي كما يقولوا هنايا شرفي انا كي تهز الوثائق تاع شباب قسنطينه كاين الرئيس الشرعي معروف دي فرصاد هو اللي اعضاء مجلس الاداره معروف منها نتعاقب باه عندي معاقب ديجا 6 شهور وش شونجي في هذه الحكايه ما تجيش للسطاد ما تخش للسطاد شوف المشكله شوف حنا نطلبوا الناس هادو انا ننصح سي قلب ما خاصة الناس سي قلب كنت نحترمه بزاف و... ان شاء الله تبقى تحترمو لا الاحترام يكون باسكو انسان كبير واجب لانه في عوافي كما يقولوا في المرتبة اب وهذا بصح ننصحوا نقدم به شو خدمك جميع اللي غلط يقدم استقلال
يعني باه من باسكو علاه زيد دي فوت غراف هذا غلطات كارثيه كان ممكن الغلطه هذه تهلك منو ورجم دونك اذا ارسلنا الحنانين نورمالمون الناس تتحمل المسؤوليه تاعها وتنسحب. اذا فريق شباب قسنطينه اهل ثلث لاعبين مازال الله يبارك فيك كيف تريح. نعم وعلاش ما تاهلش بعد لانه بوقر ما تاهلش لانه كما نقولوا حيل تاعو عنده ان كا سبيسيال اللي يتطلب على اكثر استادير عندنا اتصالات اكثر وثائق نوجدوها اكثر اللي يتطلب وقت مي نوعدوا انصار شباب قسنطينه وانصار الرياضه بصفه عامه في الجزائر باللي رايحين نكاليفيو لهم بقره كيما نقول لك سطر تحت الوحده باه نكونوا مليح عم بالك المشكله الشيء اللي في الفريق الوطني العامين الخير هذو هي مشكله تاع لي زاتاكون مهاجمين ما ننساوش باللي بقره فؤاد مهاجم راس حربه من طراز رفيع يلعب في بطوله في بطوله يلعب لا ليغ لا ليغ دي شامبيون الاول في اوروبا وسجل هدف سجل ثمان اهداف في البطوله سجل اربع اهداف في الواحد وما سبب لي دحمان وتاقمص من قبل الفريق وما ننساوش باللي دحمان من احسن المهاجمين في بلجيكا الدرجه الاولى وبين حتى الشيخ سعدان ممكن كان على وشك نعم كان على وشك التحق بالفريق لجنوب افريقيا دونك حتى شباب قسنطينه جايب لاعبين ممكن جدا يفكوا المشكل تاع الفريق والله من نورمالمون المسؤولين هادو كانوا هما اللي يديروا الاطاعات هذه والله حنا ما نقولولوش ما نرجعوش للناس بالثقه اللي رجعوا بها يعني نرجعوا بطريقه حضاريه شباب قسنطينه هو ديسبونيبل باه كي تسحق الفيدرالي ولا ليك مشكل قانوني ممكن نعاونوهم نعطيهم حلول استشاره اي وقت نقدروا نستشيروهم بارك الله فيك 48 دقيقه بس السادسه حان الان سيداتي سادتي موعد